الرشاقة حلم يطرق أبوابه الكثيرون بحثاً عن الجمال والكمال، أسوة بالمشاهير والنجوم الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم المميزة بعد معاناة مع زيادة الوزن والسمنة. بين الحمية الغذائية والعمليات الجراحية بأنواعها، ظلت رشاقة المشاهير علامة استفهام تدعو للتساؤل حول سر التحول السريع في إطلالتهم. أبرز هؤلاء النجم الإماراتي حسين الجسمي الذي كان من أوائل الفنانين لجوءاً إلى عملية التكميم قبل 10 سنوات وأكثر، حيث تحولت ملامح الجسم تماماً في أقل من عامين. وعلى رأس الفنانات السباقات في مجال عمليات تكميم المعدة وإنقاص الوزن كانت الفنانة الأردنية ديانا كارازون التي عرفها الجمهور بملامح سريعاً ما تغيرت بعد فقدان الكثير من الوزن. ومن بين النجوم الذين تحولت رشاقتهم إلى لغز محير كان الفنان أحمد زاهر الذي حرص مراراً على نفي خضوعه لعملية تكميم مكتفياً بالتأكيد على اتباعه حمية غذائية لفترة طويلة ساعدته في استعادة لياقته وإطلالته الجذابة. أما أحدث النجمات المنضمات إلى نادي الرشاقة فهي الفنانة مي كساب التي مرت بتجارب عديدة مع أنظمة الرجيم قبل خضوعها مؤخراً لإحدى عمليات إنقاص الوزن التي غيرت ملامحها تماماً في أقل من عام، لتفتح الباب لأسماء أخرى انضمت لنادي الرشاقة منهم شيماء سيف وهنادي مهنا وغيرهن. بين عيادات الرشاقة وقوائم الأنظمة الغذائية تبقى تساؤلات الجمهور تحاصر النجوم والمشاهير بين صورتين عنوان كل منهما قبل وبعد، فهل كان حل الرشاقة بالخضوع للعمليات الجراحية أم بالإرادة؟ وما إيجابيات ومخاطر كلا الاختيارين؟